بطوله الدوري السنه اللي فاتت التحكيم اهداها للاهلي، التحكيم اهداها للاهلي، وكاننا هنا ما عملناش مراجعه للموسم كله وقلنا التحكيم ازاي السنه اللي فاتت كان عامل ازاي. لو عايزين نفتكر قبل ما ننسى الموسم اللي فات المنقضي كان التحكيم عامل في ايه بالمناسبه، بالورقه والقلم واللقطه والفيديو 5 مباريات التحكيم ساند الزمالك فيها، مش باعترافنا، باعتراف خبراء التحكيم، 5 مباريات نتائجها تتغير تماما لو التحكيم مشي صح. اللي بيتكلموا دلوقتي بالتشكيك على الاهلي، واللي بيتكلم يقول لك 30% من بطولات الاهلي بالتحكيم، معرفش جابها منين، مع ان احنا لما فتحنا الحسابات طلعت الناس ممكن تبقى مديونه بجد في سجل البطولات تطلع مديونه. لكن خلينا في الموسم اللي فات، الموسم اللي فات يا باشمهندس كابتن احمد الشناوي بعد مباراه سموحه والزمالك، سموحه له او هدف الزمالك بيحسبه على سموحه ضربه جزاء غير صحيحه، والكلام مش من عندنا، من عند الكابتن احمد الشناوي. هنا لاعب الزمالك هتبص تلاقيه يا دوبك بيفتح رجله للاخر عايز يلعب الكوره، اهو بصوا اهو انا عامل ايه، بص عايز يلعب الكوره بس رجله الثانيه في الاخر ايه ورا، يعني هو بيفتح عايز يزق الكوره فقط، ما عندوش حاجه تاني. وبعد كده من الدفعه دي كلها بتلاقيه بيروح يلتحم شيء طبيعي مع لاعب سموحه، وبالتالي هنا المخالفه في ان يكون هناك اعاقه او عرقله من لاعب سموحه مش موجوده، ودي التحامات طبيعيه جدا داخل منطقه الجزاء لا يعاقب عليها القانون، وبالتالي ركله الجزاء مش موجوده والقرار غير صحيح. ده راي الكابتن الشناوي في الزمالك وسموحه. يا كابتن ايمن عبد العزيز، وده راجل مدرب في الفرقه، يعني المفترض رايه بناء على وقائع مش راي اعلامي. السنه اللي فاتت لولا ان التحكيم جامل الاهلي ما كانش الاهلي خد الدوري، ده كلام ايمن عبد العزيز. طب بدانا لك بالكابتن احمد الشناوي في مباراه لسموحه ازاي انت كسبتها. طب الكابتن جمال الغندور بعد مباراه الزمالك والمقصه، هدف للزمالك في المقصه، اوفسايد واضح وصريح، والراي للكابتن جمال الغندور. في واحد موجود اللي ورا الجول ده حاطط ايده على ظهر الجول. اه في تاثير ولا مفيش تاثير على حارس المرمى؟ اثر على حارس المرمى ولا ما اثرش على حارس المرمى؟ طبعا يجب ان يعاقب. ليه؟ يعاقب بالتداخل مع المنافس اهو. ده يعني طب هيعمل ايه حارس المرمى؟ ما هو الراجل مش مديله فرصه حتى ان هو يتحرك. ازاي ما يتحاسبش؟ اذا ده هدف من تسلل. مش بس التسلل، ده فاول واضح على حارس المرمى. ده في اعاقه ان حارس المرمى ما بيوصلش للكوره. يعني حاجه واضحه. واضحه وضوح الشمس يا بتوع ال 30%. طيب ضربه جزاء للزمالك قدام الاتحاد غير صحيحه بالمره، برضه نفكركم بيها. ركله جزاء احتسبت لصالح الزمالك. طيب فين الخطا؟ انا مش شايف من هنا، ورينا كل الاعداد. ايه يعني حتى لو اللاعب يعني ايه اللي حصل فيه؟ الدفع هيرجعه لورا مش هينزله لقدام. اللاعب احتكاك، حصل احتكاك، الاحتكاك ده يرقى الى المخالفه؟ لا ما فيش مخالفه. خد من ده كتير، دي مسائل واضحه جدا، وخبراء كل واحد في الناس دي كان رئيس لجنه حكام. واخد بالك؟ يعني طيب الزمالك وإنبي، ضربة جزاء لإنبي شرعية ضد جنش، لكن أيضا ما بتتحسبش. في الحالة هنا لما نشوفه في الإعادة هنلاقي إن جنش ارتكب مخالفة ضد مهاجم إنبي. هتبص للمهاجم بياخد الكرة وجنش بعد كده بيخبط رجله أو بيركلها، فبالتالي بيقع لاعب إنبي، ودي ركله جزاء. ساعات بتبقى في العاب صعبه، وبنقدر هذا الامر، لكن هو طبقا في تسلل. علينا ان نحترم القانون ونحترم المقدره. العامل البشري هنا صعب، مش هيقدر يجيب الخط ويعمل اللي احنا هنشوفه دلوقتي. مش بقول لكم لو هتشتغلوا معانا الشغلانه دي على الاهلي الناس هتطلع مديونه بجد، مش بطولات الاهلي اللي يتشكك فيها، لانه الوثائق موجوده والموسم السنه اللي فاتت بس. الزمالك السنة اللي فاتت بيلعب ضد المقاولين، ضربة جزاء للزمالك مش صحيحة بالمرة في مقابل واحدة للمقاولين ما بتتحسبش عشان يفوز الزمالك 2-1. ونفكركم بالضربة الوهمية. كرة جت في ايده، دي كرة فجائية ما يلحقش يشيلها لسبب بسيط هو مش متوقع.
علاوة بقى، علاوة الكرة جاية، الكرة جاية في اتجاه ايده. خلي بالك من الكلمة انا بقولها يا كابتن سيد، الكرة جاية في اتجاه ايده، في فرق ايديا انا تروح للكرة يبقى ده كده تعمد. لو الكرة جت في ايديا ومسافة قليلة ما فيهاش أي نوع من أنواع التعمد ولا تسمح لي ولا تسعف لي إني أقدر أشيل ايديا، فأنا وجهة نظري أنا طبعا اللعبة دي بلاي أوف. يا سيد الفاضل، اللي يحسب اللي هناك الأولاني ركلة جزاء لازم يحسب دي ركلة جزاء بالتأكيد، لأن الحقيقة اللعبة دي أوضح وأكثر كل المعطيات اللي فيها إنها المسافة ورؤية الكرة من اللاعب وقدرة اللاعب على إن هو يبعد إيده ولا لأ. إذا كانت الأولانية ركلة جزاء فدي لازم تكون ركلة جزاء ونص. يا سيدي اللي يحسب دي ضربة جزاء، أصل دي مباراة واحدة. أيوه يعني صاحب المعيار غير تقييمه للمواقف. هنا حسب ضربة جزاء مش واضحة، وهنا يعني تجاهل ضربة الجزاء أكثر وضوحا، بس هنا ضربة الجزاء كانت على الزمالك فما اتحسبتش، ضربة الجزاء كانت الزمالك فاتحسبت، وكلها ضربات تؤثر في نتيجة المباراة بشكل مباشر. السنة اللي فاتت الزمالك بيلعب مع الداخلية والنتيجة 1-1، آخر دقيقة في المباراة محمود علاء ضد محمد صبحي حارس الداخلية يجيب جون فاول شرعا لكن يتحسب. نفتكر رجله اليمين في وش صبحي، اليمين في وش صبحي يا كابتن، اليمين في وش صبحي، اليمين في وش صبحي دفعها هي. اللعبه دي بالشكل ده هناك مخالفه من محمود علاء عند التحامه على لعب الكره مع الحارس، بغض النظر ان الحارس بيلعب بايده. طيب بالشكل ده الناس تطلع مديونه بجد، تطلع مديونه بالوسائل. هو انت لو حسبناها بالبناط هنا نتكلم على ترتيب الجدول بقى، لو كانت نرجع نرتب لو عايزين هل كنا نلعب كونفدراليه ولا كنا نلعب ابطال؟ طيب بلاش. الاهلي بقى في المقابل، الاهلي حصل له ايه؟ برضه مش راينا هنقول لكم. انت مش هتحسب بتاعه الداخليه؟ ما هي دي الداخليه اللي انت شفتها. دي الداخليه. ده دلوقتي الاهلي والانتاج الحربي، ضربه الجزاء الفاضحه الواضحه الكاسفه الكاشفه لوليد ازارو اللي ممكن تكون كانت السبب في ان احنا نرجع عن موضوع الحكم الخامس، نشوف راي الكابتن احمد الشناوي فيها. هنا شايف في فرق على اقل متر، متر وشويه، يعني تسلل مش صعب، كره طلعت وهو خد الكوره وهو بيلعبها، ويعني ما فيهاش اي يعني اي نوع او شبهه تسلل، شبهه التسلل مش موجوده على الاطلاق خالص. الخطا مفيش خطا، لو هناك فار بقى، لو كان في فار يعني قصدي مفيش خطا، مفيش اي حاجه، مفيش تسلل ولا هدف صحيح ولا هدف صحيح طبعا، ما باينه. طيب التسلل مش موجود، لا وجود للتسلل. نيجي بعد كده للحاله اللي بعد كده، لما نشوف اللعبه هناك شد طبعا، التحام وشد، والحكم هنا طبعا ابراهيم كل ده لسه ابراهيم نور الدين ما ظهرش على ال 18. بص الحكم مش على 18، هو الحكم الاضافي يعني لو بصيته هتبص ليه، جه لحظه اتحرك سبق الحدث. بص اهو هنا هو اتقدم وراح، لما نمشي هنمشي دلوقتي كده، بص هتلاقيه بيجري بيتحرك وبيسيبهم بيسبقهم اهو، بص على ان الكره هتتلعب. طبعا هناك في شد من لاعب الانتاج لمهاجم النادي الاهلي اللي هو وليد ازارو. بمثل هذه اللعبه فاز الكابتن كرم جابر بذهبيه المصارعه في دوره اسينا اللي ما اتحسبتش ضربه جزاء دي. اذا وليد ازارو كان قايم بدور كرم جابر. نطلع لفاصل، وبعد الفاصل وقائع تانيه كتيره تكسف.